السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألف 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 نهار مبروك للمغرب ولكل الدول العربية من المحيط إلى الخليج إلى هذا الانتصار العظيم وبإذن الناس بيقولوا لي أنت كنت بتقول أنا كنت واقعي بقرا الواقع في اللي هيحدث في الماتش لكن عملوها والله وعملوها الرجالة وسود الأطلسي إن شاء الله هيبقى فيه فقرة في النهاية جميلة جدا 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 لازم محبي ومتابعة عادل فتحي يسمعوها دعما للمغرب والأهلنا في المغرب أسود الأطلس النهاردة عندنا مغتربة أنا كنت عايز أعمل كذا جزء ولكن مغتربة مسيطرة واضح جدا إن إحنا في كارثة الحاجات اللي إحنا بنسمعوها والتسريبات والفيوزات واضح إن إحنا داخلين وأنا قلت ما فيش حد استثنى كل قنوات النقد داخله وناس كبيرة جدا وشخصيات مرموقة جدا في البرنامج وأعراض وكلام ولكن أنا أيضا بتفق مع كلام البهدورة أنا سمحت الفيديو بتاعها إن أنا ضد إذاعة الحاجات دي لكن ألا ما إنها تم إذاعتها خلاص وبالأمس مدام إيمان مصرية في باريس طلعت ووضحت وجهه نظرها ان كان في كذا وكذا وكذا وخاصه انها كانت احد المتهمات ان نصف سكان العاصمة باريس بي على علاقة بمدام ايمان وانا مش عارف كيف لامرأة مصرية تقول على اخت لها هذا الكلام وهل هذا يعقل من مفترية بردو ده افتراء. في امرأة تقدر مثلا على 3 مليون وده نفس الشيء اللي اتقال في بلاء في مسقط راس الزوج وحتتزع حاجات تانية أسوأ ما خفي كان أعظم لكن أنا ضد والله العظيم الحاجات دي وأنا لما تناولت الحاجات دي ما ردتش وأنا برغم إن في إساءة كبيرة حتى يا شيخ إن أنا أكبر منك حتى بثلاث أربع سنين يعني أنا عندي 62 سنة أكيد أنا أكبر منك بسنتين ثلاثة يعني أو 61 سنة أنت نفسك ليه يا أم حسين؟ بيكبر نفسه ليه يا أم حسين؟ أنا كل ما أشوفك بحس إن أنا عندي 80 سنة انا عايز لوكيشن قدام غير ده خالص المهم ما تضحكوش الوضع ما فيش اه ضحك خالص قاعدة اه وماسكة زوج اه جوز غوايش هتبي بقى الموضوع بينها وبين ايمان على الذهب ما هو يا جماعة ده حقد دفين على فكرة اه اللي بيحسدوا هم الاغنياء اسمعوا كلام انا حتى لو من الاغنياء الفقير هيحسدني هو الفقير يعرف العربيه دي نوعها ايه؟ ولا يعرف ان ثمنها بمليون و الف انا اللي اعرف يبقى انا اللي احسد. فالاغنياء تمام اللي بيحسدوا انما الفقير هيحسد ايه؟ الفقير عايز ايه؟ ده عايز توك توك يلاقي توك توك ويوقفه. المهم نطلع الذهب حلو ذهب ايه؟ ذهب ايه؟ هو انت هتقارني نفسك بالذهب اللي عند ايمان ده دي واحده جواهرجيه تاجر الذهب انتوا طلعتوا عليها ان دهب مصر بس دي تاجر ده وأنا أعلم ده كتير وفي الدهب عندها في البنك علشان ما ينفعش تخطف في البيت اللي بيسهر ده عين لكن يلا كده النساء ما نعرفش ماشي ربنا يهديها المحتوى بقى اكل في مناسبة العالم العربي من المحيط الى الخليج يتابع مباراة اسود الاطلسي والمتادور الاسباني ويرتاح انا عايز اتغذى انا عايز اقدر اصد اصل انا عروسه لازم اتغذى واهتم بنفسي عشان ما بقاش هفتنه عشان يبقى في مش عارف ايه جريه مفتريه جريه مفتريه هو في ايه هو في ايه المهم الا إيه في البدايه يوز انا فكرت انا محطوط انا بصوا على اخر طلقه انا الاول اي اللي ناس تقف لحدها دلوقت والله حايش الناس قلت لهم لو حصل حاجة اعملوا اللي انتوا عايزين تعملوه فلقيت بتقول واحدة ام نقاب انا اشطن راح لمكان تاني فحتى اتابع مش عارف ايه بتتكلم عليا ومش عارف ايه انا عايزها تقلع النقاب لمؤاخذه وتتمسح بيه من ورا ايه الالفاظ دي ايه الالفاظ دي الملف الساعة انت ست فوق ال 55 سنه ينفع ينفع هذه الالفاظ امراه تقولها عايزه تقول تقولي انسانه ما عندهاش رحمه انسانه غير منصفه انسانه غير حقانيه ظلماني ده الكلام يتقال ولاد الاصول ما يقولوش غير كده اتفاجئت انت يا داعيه اسلاميه اللي بتقولي بعلم فلان والصلاه ومش عارف والصوم ورحت اسبانيا عشان ادخل منه وهدخل سندره وهدخل قلت ماشي عوضنا على الله يا رب في مفترية برضو، إلا لقيت برضو أبو حازم وكانت البهدوره نوهت ان فعلا ابو حازم تناولها وتناول لي بنتنا الغاليه البهدوره تناولني انا تناولني في أكثر من عشرين فيديو عادي يقول وقت نظره ماشي ماشي عادي طالما ان احنا بنقول يبقى في وقت لو عايز اعاتبه هعاتبه وإني والله ما عاتبته برغم ان هو عنده على الواتس واصدقاء وحبايب بس بيقول اللي هو في عادي يقول له مطلق الحريه عادي خالص طالما لا في شين ولا كاف ولا سين خلاص انما لو واحد قال شين وكاف مش هسمعه هسمعه ليه لما يبقى في سب وقصف مش هسمعه المهم قالت ايه ان هو كان مشاهدته بس 100 مشاهده ولا 200 إيه؟ وفا لما بدا يتناولني ب 4000 5000 طب احمد ربنا انه مش محتاج علشان تبقي فاهمه ابو حازم مش محتاج خالص البقدره بتقول ابو حاتم ما ممكن يجيب حاتم لو ربنا كرمه هنقول له سمي البيبي اللي جاي حاتم يعني. المهم يارب آه يا رب يتقطع العربيه تتقلب بيه 30 قلبه لا حول ولا قوه الا الراجل يعني انا مش عايز اقول يعني ويتقطع 100 حته ينصد ايه ليه 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 علشان انتقدك ما تقول يا رب ترجع مشاهدته زي ما هي يا رب يصبح ما يلاقي قناته يا رب اليوتيوب يطير له قناته قول الكلام ده يا رب ما اصبح ملاقي ما قناته دي موجوده على اليوتيوب ماشي ده حقك بتدعي وبتفلفص لو كان ظالمك انما تدعي على راجل واولاده علشان خاطر مش عارف تناولك ولا أربع ألاف مشاهده او خد منك مشاهدات بالفرض انه يتقطع مت حتة ايها الداعية الاسلامية طب ليه بقى لان هو طبعا كل الناس ايوه هو اتكلم في الكلام ده وانا اتكلمت في الكلام ده الخلوة اللي بينك وبين مس جنوه دي حرام حرام هي بتقول ده راجل زي ابويا ومش عارف ايه لما بحضنه جامد وبضمه وضم الضم ضم ايه وأه ايه والكلام ده ايه انا بعتبره ابويا بس هو بيعتبرك ايه انتي ابو انا يا مفتريه عندي 61 سنه وانتي عندك حفيده قد احفادي عندها 16 سنه او 15 ونص حيضه وعروسه وجيت انا هي هتفكرني ايه جدها مش بنتك جدها حف... بنت بنت لكن انا بقى افتكرتها ايه طالما ان الرجل حاسة الشم عنده قوية ولا يعاني من اي مرض مزمن اذا هو صحيح مئة في المئة ويقدر يضاجع اي امرأة وبالفعل هو قال لك الكلام ده قالك انت اللي نسيتي بتقول له انت مش عارف ايه قال لك انا الحده دلوقتي سمعين الاغنيه الفلانيه واستطيع ان اشبع رغبه اي امراه لو سمعت الاغنيه مره ولا مرتين ايه راجل سليم يمارس الرياضه يركب السياره يذهب للتسوق في السوق حسه الشم عنده قويه جدا 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 لا يعاني من اي مرض مزمن ايه اللي هيمنعه ان جميع اعضائه سليمة دي كارثة يا جماعة اللي بيتقال ده كارثة فقالت انا بقى حبيت اكيدهم واعمل مع زوجي نفس الحاجات والاحضان والبوس والكلام يعني انت كنت بتعندي يعني ما كانش خطأ الضم الضم الاه الاه الحضن الحضن البوس البوس انكشل في شعري عض وبصني تف في خشمي قول لي حلوه سبع مرات لا ده غلط ده ما يتقالش في حاجه اسمها الادب والحشمه والاخلاق والعفه مش معنى ان ده زوجك كل شيء مباح او نقعد نتلامسوا بعض قدام الناس في عيب حتى لو في اولاد ما ينفعش نحط ايده عليكي وبناتك قاعده احتراما لنفسه والاولاد وبعدين كم لما انتوا بتعملوا كده وبتحضنوا وبتبوسوا وانتوا كنتوا قصدك تغيظ الناس على كلامك وانت مش عارفه ان في بنات ما اتجوزتش عندها 40 سنه و45 سنه و30 سنه مش عارفه ان في ارامل تعمل كده الناس العاقله تعمل كده يا مفتريه لا ما يعملوش كده ولا يعيروا للكلام اي حاجه ولا هو علشان انا مش عارف ايه فلان عمل لا ما ردش عليه بالكلام ده ولكن الخلوة اللي بينك وبين اه المسيو ده خطأ اما رحت ليه وقلت حرية اللي انت خفت بقى دلوقتي بتقولي حسن قلت انها تحرشت بيا او صحاقية وكانت بتتلامس ظهري وحطت ايدها مش عارف على اه. اما لما هو بقى بيحضن وبيحط ايده على كل جسمي ده ما ده ما اعتبرتش تحرش ليه؟ لا انا بقولك لك بقى بتاع المسيو ده اللي يعتبر احنا نصنفه كرجاله تحرش انا عندي 61 سنه اعتقد لو انا عندي 91 سنه هبقى راجل سليم ومارس حياته كلها سليم 100% طالما لا اعاني من اي امراض عضويه او اي امراض مزمنه او او حاسه الشم عنده ضعيفه خلاص وممكن راجل عنده 40 سنه ضعيف فارحموا عقولنا عشان خاطر نعرف نكمل لان انا خلاص جبت اخري طب نخش بقى على الفقرة الرياضية وناس كتيرة بيقولوا لي يا عم انت كنت بالنسبة للمغرب قلت عشرة في المية ومش عارف. يعني معنى كده ان انا مش عايز المغرب تفوز لا انا على ارض الواقع بقول ان ده كمحلل رياضي بقول ان فرصة فوز المغرب على اسبانيا المتدور الاسباني وأسود الاطلسي عشرة في المية فقط لا غير طب النهاردة انسى بقى اطوي صفحة طبعا العظيم المدرب وليد الرقراقي وهو 47 سنة مواليد 75 مدرب عظيم قدر يعد فريق قوي جدا 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 وان شاء الله المباراة القادمة يوم السبت القادم الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة امام البرتغال توقعك ايه يا عم عادل يا فتى البرتغال فازت على سويسرا ستة واحد هيبقى المعنويات عندها في السماء اسمعوا علشان سأل اللي عملته المغرب اعجاز لم يحصل في تاريخ الامة العربية منذ كأس العالم 1930 حتى يومنا هذا ما نجيش بقى نقوله هنغلب البرتغال وحندمر الارجنتين على البرازيل احنا عايزين نكون واقعيين وسقف الامال ما يعلاش قوي علشان لا قدر الله لو حصل شيء ما ننصدمش تحليلك قد ايه لو بقارن منتخب البرتغال ضد منتخب الاسباني اقول ان الاسبان قد البرتغال مرتين يبقى خلاص فازت المغرب لا 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 آه يعني ده دعاء العرب ودعاء محب ومتابع عاد الفتح وقف للمغرب واستطاعت تكتب اسماءها باحرف من نور طيب التوقع كم في المية اقول ستين في المية فوز البرتغال واربعين في المية فوز المغرب كل الاماني ممكنة لكن لو دعيته وكلنا وصوت واحد يقول لي ايه كل الناس بتقول يا رب يا رب يا رب انصر المغرب يا رب انصر اسود الاطلس هننتصر باذن الله طيب في واحد بيقول لي بصفه خبير متخبر ايه الفرق بين المنتخب المغربي والمنتخبات العربيه الثلاثه قطر والمملكه العربيه السعوديه وتونس المدرب وليد الرقراقي هو مدرب عظيم استطاع ان يعد فريق المغرب بدنيا كويس جدا 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 عكس مدرب المملكه العربيه السعوديه وتونس سقط من السعوديه ست لعيبه في اول مباراه امام الارجنتين التشكيل باظ منه قوام الفريق وقع ما قدرش بعد كده على بولندا ولا على المكسيك نتيجه ان عنده نقص في بعض اللاعبين في حدود الامكانيات ما ينفعش فكان الاعداد البدني والعضلي غير موافق لهذه البطوله، عكس المدرب وليد الرقراقي فكان عظيم. الحمد لله الحمد لله احنا النهارده عندنا ياسين بونو يمكن ياخد اعظم حارس مرمى في هذه البطوله وهو على فكره حارس ايشبيليه وعشان كده كان بيعرف يصد ضربات الجزاء لانه ياما اللعيبه دي لعبت عليه في الدوري الاسباني وعارف دي بيرماها في اليمين ناسه ولذلك في حالة غضب شديد جدا من ياسين بونو وعندنا أشرف حكيمي وعندنا حكيم رياش وعندنا سفيان بوفال وعندنا سليم املاح وعندنا بدر بنون وعندنا يوسف النصيري عندنا اسود الاطلسي واخرون واخرون هندعو لهم سطروا اسمائهم باحرف من نور دعوات كل محبي ومتابعي عادل فتحي لاسود الاطلسي موعدكم يوم السبت القادم الساعة الخامسة المقابلة المرتقبة بين البرتغال والمغرب ولو فازت المغرب بقينا بنطمع نكون بطل كأس عالم اثنين او ثلاثة برغم ان انا مرة في احد الاجتماعات والمؤتمرات كنت قاعد مع الله يرحمه ويحسن اليه العميد البحري محمود بكر ونجيب بيل مستكا والله يرحمه جميعا وعمجيب نعمان وعبد الرحمن فهمي ونصف سليم وقالوا لي وادي عادل متى تفوز دولة عربية أو إفريقية أو آسيوية؟ قلت لهم بعد 500 سنة. فأنا أرى قالوا لي طب تبقى مين؟ قلت لهم مش هرشح واحدة من آسيا، هرشح دولتين من قارة إفريقيا. والله العظيم هذا ما هو كلك ماتوا بقى. الله يرحمهم يحسن قلت لهم يا المغرب يا الكاميرون يا نيجيريا. واحده من التلاته دولت احتمال تفوز بكاس العالم بس بعد ايه؟ كذا. يمكن املنا كبير جدا ان كلامي يطلع مش مظبوط وتفوز المغرب بكاس العالم ويا سلام. كل التحيه كل الاحترام لمحبي ومتابعي عادل الفتح في كل مكان والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.